بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبيباتي. كنعتذر اولا وقبل كل شيء على الغياب ديالي بالنسبه للبنات اللي متبعين معايا دروس هذا دروس الطرز، وكنعتذر منكم لان لظروف عائليه ما كانش عندي الوقت نهائيا باش ننزل شي فيديو. كنعتذر منكم مره اخرى، وكنتمنى لكم شهر رمضان مبارك سعيد، ونتمنى ان شاء الله انه يدخل يلقاكم بصحه وسلامه، وان شاء الله بنجاح لوليداتكم وبزياده الرزق وبالخير، وان شاء الله ويتقبل منا ربي سبحانه العبادات والقيام ديالنا والصيام ان شاء الله. اذا اليوم غادي نديروا هذه الرشمه ما درناهاش. انا كاينين شي اخوات وخصوصا واحد الاخت طلبت مني قبه. انا ما بغيتش نقز ديريكت ونمشي للقبه، لان باش توصل دير القبه اصلا كاين واحد شي حاجه خصنا نبداو بهم نكملوهم عاد نمشيو. ديجا راني انا كنت هنايا هذه سبقتها بالنسبه للاخوات، ولكن هما الدروس حنا دابا حنا مازالين متبعين الدروس ديالنا، وان شاء الله انا غادي ندير قبه. هنايا راني كنت بديت واحد الورده ما بقاش لي سباس هنا، ماشي مشكله، غادي ندير معكم هذوك الوردات بحال هاد الوردات كيديروهم اللي بغى يدير غير وردات في الجلابه في الجناب ولا في هكا، حتى وردات سبا ان شاء الله نديرهم معكم. اذا بسم الله على بركه الله غادي نبداو. هاد الرشمه دابا شنو فيها؟ ها هي اولا كنشد الرشمه كنبقى نشوفها، ضروري خصك بحال كدرس الرشمه ديالك وكيفاش غدوزي منين غدوزي. اذا فوالا شنو عندي في هذه الرشمه؟ دابا انا عندي هذه، ها هي فيها هذا المربع، هذا لا كروا، كروا، وكل هنايا وفي جناب الكروا عندي هادو خارجين، وعاد كاينين هاد الجنيوحات كنعرفو نديروهم، وعندنا هذه، وما بيناتهم ما بين وحده وحده كاينه هذه. صافي، اذا شنو انا خصني ندير؟ خصني غير منين نشد نبقى نحسب. بحال دابا انا ديجا كنت بديت سته باش كنكملوا معكم. ها هي ملي كندير هادي باش نجي ندير هادي شنو خصني ندير؟ ندير واحد زيكزاك، ها واحد جوج ثالث غادي نبدا هاد الزواقه في الزيكزاك الثالث، يمكن لي نبدا حتى للرابع كما بغيت. راني قلتها لكم ديما كنقولها لكم، يمكن لك تبدايها هنا، يمكن لك تبدايها في هاد الزيكزاك هنايا وتجي طالعه هكا كبدي ديريها جوج زيكزاكات، اولا سميتو اولات خليتها لهذا الرابع، لازم نبقى لكم هذا الشيء باش يبان لكم مزيان، اولات خلي حتى لهذا الرابع كيما بغيتي. المهم انت غتشوفي اللي غتسلكي. يعني حنا بعدا غنديروا هاد الجوج اللي ما فيهم والو، غادي نحسبوا هكا واحد جوج، هاد الزكزاك الاول هاني ندير الزيكزاك، غنجي ندير الزيكزاك الثاني، ها هو الزيكزاك الاخر غنديرو وغنهبط. يعني فاش كندير كنهبط بجوج ونعاود نرجع هكايا لهادي هنايا نحسب جوج وندير الزيكزاك الثالث، حيت حنا قلنا في الثالثه ها واحد جوج الثالثه كتبدا. اذا انا لا بغيت نبدا في الثالثه، اذا شنو خصني ندير؟ خصني ندير انا وصلت هنا، اذا بغيت ندير هادي نبدا في الزواقه، اذا خصني ندير زيكزاك نطلع. باش نطلع شنو كندير؟ كنحسب انا هكا جوج، هانت شتي ها هي، كنطلع بجوج ونرجع جوج لهاد الجهه وعاد كنخرج لبرا. شتي دابا راه هادي راه دارت لتحت، فهمتوا؟ اذا وغادي نجي هكا نحسب جوج ونعاود ندير الزيكزاك الاخر، هذا الزيكزاك الاخر جوج هنا ونجي جوج لهاد الجهه، ها هي. دابا انا راه عندي هاد الخطوط المائله راه عندي لتحت، صافي. اذا دابا شنو؟ انا وصلت هنا، يمكن لي نمشي ندير هذا الخط، ولا بغيت غادي نمشي ونبدا هذا الكروه. اذا انا غادي منين نجي هنا خصني نطلع، ياك هنا غنطلع باش ندير بديت الكروه، غادي نحسب واحد نيشان واحد جوج وطلع. بلاتي انا ما كتجينيش التوب حيت باش نوريكم مزيان مع الكاميرا، وغنطلع هكا ياك. ها انا دابا طلعت، اشنو درت؟ درت هذا الخط. دابا باش ندير هذا الخط غنحسب جوج ونجي لهاد الجهه، ياك؟ ها انا حسبت. دابا باش ندير هاد الخط؟ دابا نجي ندير هاد الخط هذا، ها هو غندير واحد جوج ونديرها، صافي. اي بعدا غادي نديرو العلامه ديال الكروه ديالنا. دابا شنو غندير؟ فين وصلت؟ وصلت هنا. اذا ها هو غنجي لهاد الجهه غنحسبها كجوج
وندير هذه فهمت. ودابا غنديرها جوج باش نطلع الكروه، نديرها هكا جوج. واش ما كيبان لكمش كيبان هات انا دابا انا خصني ندير هذا، دابا خصني غندير هذا الخط هذا، ولكن غادي يبان من التحت ما غاديش يبان لان عندي البرا لتحت. اذا انا حسبت جوج هكا وجيت دابا باش نهبط هذا نحسب واحد، نحسب واحد جوج وهبط. دابا باش غندير دابا انا راني هبطت وصلت هنا، دابا غنمشي هنايا. اذا هذا راني عندي البرا لتحت، اذا غنحسب هكا نيشان عموديا جوج وندير. دابا باش ندير هذا عاوتاني نهبط، هذا باش نهبط هي سهله صافي. دابا خصكم تكونوا تعلمتوا لي هادشي. نهبط بجوج وعاوتاني باش ندير هذا غندوز لها الجهه بجوج. اذا غادي نجيو دابا نهبطو باش نديرو هادي. دابا حنا درنا هادي، دابا حنا وصلنا هنا، دابا انا عندي البرا هنا خارجه من التحت هيا. اذا انا غنهبط بجوج، واحد جوج صافي. هانتو شتي دابا هي معالم الكروه، هي الكروه باينه دابا تقريبا. اذا دابا خصنا نبقاو غاديين وكنصاوبو في هذا الشيء اللي لاصق في الكروه صافي. دابا اذا انا غادي نجي بحال دابا باش ندير هادو، غادي نخرج من التحت هكايا. انا غادي نقول لكم انا خرجت من التحت هنايا. دابا انا هي الكروه هي عندي هذا الخط هذا ها هو. دابا انا علاش خرجت من التحت؟ خرجت درت هذا الخط هذا درتو هنا، غنمشي ها غنمشي ها ونهبط جوج وندوز هكا جوج وندوز هكا ونعاود نرجع وندير هكا وندير مربع لاخر فهمت، باش ندير هاد المربعات. دابا ها انا خرجت بوحده، غنزيد نهبط واحد جوج نهبط باش درت الدرجه الثانيه ديال هاد درت هذا ودرت دابا هادي، درت هادي وهادي. دابا غادي ندوز لهاد الجهه باش ندير هاد الخط، غندوز لهاد الجهه جوج كما كيبان لكمش. غندوز لهاد الجهه بلاتي نقاد، غندوز لهاد الجهه باش ندير. دابا خصني نطلع غندير هاد الخط هذا، غنطلع نديرو ها هو وغنجي لهاد الجهه وغادي نخرج برا، غنخرج هنايا. يعني دابا راني درت هذا وهذا، دابا شنو غادي ندير؟ ملي خرج درت هاد المربع غادي نطلع هنا ونرجع، نرجع على منين خرجت شي. دابا انا نرجع على هذا باش نسد هاد المربعات اللي عندي تشدب مع الخيط. غنرجع دابا باش نسد، انا نرجع نسد انا كنسد هكا ونرجع هنا ونسد هنا. شتا ها انا دابا درت هادو، انا دابا غنخرج هنا. شنو غادي ندير؟ بغيت ندير هاد الخيط هادو نحيدهم، انا غندير هاكا غنخشي هنا ونخرج من التحت هنايا، نخرج هنا ونعاود نرجع على عليهم صافي. دابا انا درتهم صافي، تحيدو هادوك هاد القنيت، هاد القنيت دابا انا كملتو. ها نتوما انا غنسد هادي صافي، انا كملتو هاد البلايص. دابا غنجي هادي هاد دابا منين باش غنخرج نورمالمون من هنا خصني، حيت انا راه عندي البرا خارجه من هنا. ودابا غنطلع هنا ونخرج هنا باش نخرج هنا. ملي غنخرج هنا شنو غادي نجي ندير؟ غنجي علاش بغيت نخرج تما؟ غنخرج تما ونجي ندير هاد الزيكزاكات. ها نتوما شوف انا غادي نخرج هنا، انا خرجت هنا وغندير الزيكزاك، واحد جوج
اسمحوا لي انا لا شي شويه شرفت العينين واخا هذا كبير والناظر والحاله عشتي هيا هبط درت الخط المائي الاول ونخرج نيشان نخرج افقيا لا عموديا هذه ونعاود ندير عاوتاني هكا ملي كندير هكا ها هي عاوتاني ندير الزكزاك الثانيه سهله هذه البنات تعرفوا ليها دابا دابا حنا كملنا هذا وهذا دابا غنديروا هذا هذه باش غنديروها شوفوا كي داير منين خرجت من هنا خاصك تطلع ها هي واحد خاصك تطلع اذا انا طلعت بجوج ياك دابا درت هذا الخط اذا غنمشي لهكا غنمشي افقيا باش ندير هذا هكا غنمشي هكا اذا غنمشي بجوج هكا ياك ها انا درتها دابا منين درت هذه شنو خصني نطلع غنطلع بجوج صافي كتبقاو البنات هكا متبعين بنيتي هكا صافي وغادي نجي دابا انا جيت منين درت هذيك اللي فوق غندير درت هذه من وجات من التحت ودابا غنرجع للتحت غنرجع هذا الخط هذه غنديرها دابا هكا غنرجعها انا شويه خصك غير ترد بالك بشويه عليك وغادي التجربه الاولى ما صدقت لكمش عاودوا عاودوا هكا حتى تعلموا صافي دابا انا درت هاد جوج مربعات غنرجع نسدهم شتي دابا هاد الخيوط الخطوطه اللي عندي لتحت وما عنديش الفوق كنرجع كنسدهم اذا وكيداروا هادو الفوق هنا وانا دابا حدا هنا دار هنا الفوق ملي غنخرج غنخرج باش يدار هذا لتحت راه كاين غير الفوق ما كاينش لتحت صافي كتسدو هادوك المربعات شتي من هنا من هاد البلاصه دابا انا راني هنا من لتحت يمكن لي نتخشى وندير هادي ويمكن لي نرجع حتى نرجع لهنا ونديرها عندكم اختيار اذا هانتوما انا غنديرهم ها شتي كتجي كتخشي ديرهم هكا ساهلين ها راه نتوما اللي عندكم الاختيار وهذا راه ماشي شي راه الرشمات عيالات بحالي بحالكم اللي داروهم وهما اللي داروا الطريقه اذا ماشي شي حاجه اللي غادي تقول له صعيبه لا ما صعيبش هي تبت عقلك وصافي ها هي صافي دابا انا درت هكا غادي انا كنرجع نكمل السدان بالمربع ديالي ها انا صافي سديتو ها انا جيت صافي كملت دابا هاد القنت شتي هاد الخيوط هادو ملي كتكون دايره عقدو كيبقى لك هادو كيكون عندك داك المقيس صغيور ماشي هذا هضر ديال الفصاله كيكون واحد المقيس صغيور الخياطه كتحيدي به هادو كتحيدو باش ما كيبقاوش هادوك ماشي ما غاديش نقولوا يسلوا لك الخدمه ولا شي حاجه هادوك غير ديال ديك العقده اللي كنكونوا ملي كنلاقيو الخيوط صافي دابا انايا هبطت انا دابا غادي نرجع دابا غنكمل هذه ديالتي دابا درت هذه دابا غنطلع هاني جيت خرجت هنا ياك خرجت هنايا خرجت هنا غندير دابا هذا غنطلع ندير هادو باش نحيدهم حيت هو راه ماشي من هنا مايمكنليش نجي حتى لهنا وعاد نديرو الا درتو غيمشي يشوف الجهه الاخرى اذا انا هو خصني بادي من هنا حتى انا غنبدا من هنا انا غندير هاد ثلاثه الزيكزاك واحد جوج ثلاثه غنديرهم وهذا فهمت فين انا الخيط ها هو يا ربي ماشي هنايا راه هنايا انتما يا فهمتوني فوق هادي ملي كملت هادي غندير هادوك الزيكزاكات ها وحدة غنديرها هي خط مائي الاول ونخرج من هنا بحال ملي كنديرو الاخر كيف بحال ملي كنديرو هذا غير هذا كيكون هكا واقف ها هو الخط المائي الثاني ها هو واحدة شتي دابا منين وصلتو لهاد اللي وصلت معايا لهاد النيفو خاصها فين ما تشوف شي زواقه هي تبقى دابت معاها تخرق صوبها راسها انا ما في الحقيقه شتي دابا انا كنسد هادي يعني راني سديت الزيكزاك غنجي لهنا غنجي دابا هنا ها هي غنجي هنا شتا انا جيت هنا شنو عندي هاد الخطيط غنمشي ونرجع من التحت فهمتي باش كديروها ها هي غنمشي جوج هكا ونرجع كاينه الحاجه اللي ضروري ديرها داك الساعات وكاينه الحاجه اللي يمكن لك ديرها بزاف تاع الطرق ها هي دابا غنجي ملي غنجي هنا باش نسد الزيكزاكا عاوتاني كاين هاد الخط هذا
إذن هذا الخط حتى هو غادي نخرج بجوج نيشان افقيا ونرجع. قلت لك كاين ملي كتوصل لواحد المستوى خدمتي هذه وخدمتي هذه وخدمتي صافي راك فهمتي طريقه شنو لو تروك ديال طرز الحساب شني زعما الحيله في طرز الحساب صافي تبقى خصك تبقى تخدم راسك اي حاجه شفتيها ما غاديش تبقى نتايا كلشي خصك لا خصك ديك الحريه تكتسبو الحريه في العمل تولي تخدم راسك تكون انديبوندون اي زواقه شفتيها ديرها انت خصك داك الساعات غير الرشمات ماشي ها صافي دابا انا درت هادو ها ما درت هادو سهل دابا غنرجع ندير هنايا بحال كي درت هادوك هانت شتي دابا هذا دابا انايا بلاتي غنشوف انايا فين وصلت شتي عندي البرا انا غنوريكم هي البرا عندي هنا هنايا شتيها من التحت اذا انا لا بغيت ندير هذا شنو غندير غنجي وغندير هذا من التحت حيت عندي البرا لتحت نخرج للفوق وندير هذه ونعاود ندير هذه ندير هذه وندير هذه وندير هذه ونرجع نسد صافي دونك انايا غنجي دابا هكايا بصراحة تبعو نتوما هي معايا في الرشمة شوفو هنا هي أنا درت هادي وغادا نطلع بجوج ندير المربع اللي طالع الفوق غنرجع هكا باش كتصاب الأضلاع ديال المربع ديالي ونرجع نسد هنا ونرجع هاهي صافي سديت صافي دابا المربعات بجوج ها واحد ها جوج وغنرجع دابا غنرجع نسد نغطي داك المربع كما عندي الخيوط الخطوطه لتحت يكونوا الفوق اذا انا غنرجع ندير هكا دابا ها انا كنسد كندير هاد دابا ملي جيت لهنا يمكن لي ندير هادو ولا تسنى حتى نجي لهنا كما بغيت الوغ انا غنديرهم ونحيدهم شتي انا خشيت هنا ونخرج هنا نعاود ندير هكا ونرجع صافي دابا هادو حيدتيهم عليك انتي سدي ساليتيهم وترجعي تكملي داكشي سدان ديال المربعات دوك جوج المربعات اللي عندك ونهبط ها هي دابا نخرج هنا لا ماشي هنايا عاوتاني ها انا سديت صافي ها هما المربعات ديالي تكملو وصافي كنكمل هذيك لا كروه دابا غنكمل الكروه شتا دابا شنو باقي لينا الكروه انا واصله هنا لو كان زيكزاك داير هكا غنبداه ولكن هو راه تهبط حتى كيتهبط مع الخط عاد كديرو اذا انا هبط وغندير جوج زيكزاكات شتا واحدة الزيكزاك الثانية صافي دابا نرجع على الزيكزاك نسدو شفتو انا غادي نكمل بعد هذا باش ما نتلف اذا دابا انا وصلت هنا ياك انا خرجت هنايا دابا المربع ديال الكروه ديالنا راه قربت تكمل شتي هاد الكروه هادي يمكن ليكم تعمروها بشي لون اخر هاد الكروه تعمروها بشي لون اخر شنو هي تعمروها هي كديروا الزيكزاك لداخل كديروا الزيكزاك وكديروا هنايا الزيكزاك وصافي اذا ها هي انا دابا وصلت هنايا ياك غادي نجي غادي دابا خرجت هنا غادي نرجع نكمل الكروه ديالي تسد انا غنجي هنا صافي منين لا بلاتي غنوريكم واحد نقول لكم شتي دابا انا يا مشيت ولكن كاينه هاد المربعات هادو خصهم يدارو كان ممكن نبداهم من هنا نجي ونهبط وندير الاخر هكا وندير هكا دابا انايا مشيت اذا مشيت يمكن لي عاد مازال نقدر نديرو ها شتي انا غنخرج فين خرجت هنا شتي خرجت هنا ياك خرجت في هاد البلاصه اذا شنو غندير غندير هذا اللي عمودي لو كان درت من هنا غندير هذا اللي افق ولكن دابا ملي خرجت هنا غندير هذا اللي عمودي فهمتوا يمكن لك داكشي كنقول لكم انايا طرز الحساب كاينه الحاجه اللي تقدر واخا تدوز تعاود تصاوبها كاين الحاجه اللي صافي ما يمكنلكش خصك ضروري ترجع على طريقك ها هي انايا دابا هنا ونرجع نسد ونرجع هكا ولكن هادو دابا رشما ساهله ما كتكونش رشما كبيره ولا شي قبه ولا شي حاجه واعره خصك ترد البال بزاف
هادشي كيجي غير مع التدريب. انا دابا جيت لهنا بغيت ندير هذا واش نحيدها. اصلا دابا ما بقاش عندي طريقه واحده اخرى، لان صافي انا واصله هنا ما يمكنليش نرجع هنا، اذا ضروري عليا نديرهم من هنايا. دابا انا كملت الزيكزاك لهذا الرشمه وعمرت شي وحده، عمرت وحدين وخليت وحده باش نشوفها معكم. انا غادي نتعمر، اذا غادي نبداو من هنا، نبدا مثلا انا من هنا. علاش انا ماشيه من هنايا؟ باش يجيني الزيكزاك مايل هكا، لان هنا الزيكزاك حتى التعمار خصو يكون في نفس الاتجاه. ما ديرش مثلا هذا الزيكزاك كاين عندك هكا وانت معمر في الجهه الاخرى، ما كيجيش زوين. غادي نبداو بسم الله على بركه الله، غندير هكا وتعمر بحال هنايا. شتي هاد الرشمه اللي قبل اللي كنا درنا قبل بحال، غير هنايا راها معمره بلون واحد وعمرناها فاش كنا كنخدمو، وهادي بقات حتى للاخر. انا غادي نوريكم. ها شتي هاد الرشمه هادي، هاد الرشمه هادي، ها هي نفس علامه زائد ولا كروه، ها هي نفسها، غير حنا هادي عمرناها وحنا كنخدمو، هادي بقات حتى للاخر، وهادي هي عاد نعمروها. اذا ها هي دابا انا درت هكا. شنو غادي نديرو الاول؟ غنديرو هاد الزائد، هاد يا ربي هاد لي زاد هاد، وهكا زيكزاك غنديرو زيكزاك في هنا ثلاثه، غنجيها انجيتها ونديرها ونعاود نمشيها، ها نعاود نمشيها، وها وها. المهم عندي ثلاثه تاع لي زيكزاك غنديرهم. ها هي الاولى، نجي لهنا نخرج هنا، هادي زيكزاك هادي بحال كي كنديروه دائما. ها هي هذا باش كنعمرو، هذا باش كتعمر باللوان، كيكونوا معمرينهم باللوان. ها هي هما ثلاثة تاع لي زيكزاك. دابا غادي نرجع عليهم، غنجي راجعة. دابا أنا منين جيت راجعة وعلى هاد القنص، دائما كنقولك خص طرز الحساب فيه غير ملاحظة، خصك تلاحظ إلا رجعت هنايا و بون غادي يكون داك الساعات مشات ليا هاد الامكانيه باش ندير هاد الزيكزاك هكا. حيت دابا الا جيت حتى لهنا، الا هبطت لي البره وجات لي، الا جات لي البره هنا خرجت لي البره، دابا انا هنا في هاد القنص، ولكن الا خرجت لي البره في هاد القنص نسيت ما درتهاش ورجعت قلت من بعد ندير، المهم وخرجت لي البره هنا، ما يمكنليش نجيبو في نفس الاتجاه الميلان ديال الخط، ما غايجيش مائل بحال هكا، غايجي لي مائل في الجهه الاخرى. اذا ضروري دابا غنديرو هنا، غندير هكا، غندير هاد الخط المائل اللي هنا في هاد المربع، ونرجع لبلاصتي وندير هاد الخط هذا. شتي هاد الخط هذا، نهبط ونرجع لبلاصتي. صافي دابا انا صوبته، اذا دابا غادي نكمل، غنكمل الزيكزاك كما عادي. صافي جيت لهنا كنشوف ثاني منين جيت لهنا واش خصني ندير. دابا انا الا هبطت ندير الزاد، الا درت الخط المائل غيجي هكا، اذا ماشي دابا غنديرو هذا، غاديش نديرو دابا، غنجي نخرج هنايا نكمل الزيكزاك ديالي بحال غنكملو، وغنجي لهنا. منين جيت لهنا صافي دابا يمكن ليا ندير هاد الخط المائل هذا، انا درته هنا هكا، ونطلع ونهبط ندير هذا. انا غنخرج هنا نطلع، علاش كنقول غنطلع؟ لان البره راه عندي هنا لتحت، غنطلع هنايا، غنطلع لهاد البلاصه ونرجع نهبط. شتي ها هي دابا صافي، دابا ساليت، دابا راه عندي كي الفوق كي لتحت، صافي تعمر. المهم معليش دابا واخا نرجع عليها باش غادي نخبي هاد الخيط، انا غادي نقطعو، دونك خصني نخبيه لتحت، نخشيه في وسط الطرز صافي، ونقطعو بداك المقياس الصغير، وها هو الطرز ديالنا، ها هي ها هو الرشمة ديالنا. دابا ها هي دابا هاد الرشمة كاملة. ان شاء الله الى عجبتكم هاد الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، الله يرضي عليكم، واللي يلاه دخلوا للقناة ديالنا ما تنساوش الشارك معنا، مرحبا بكم، مرحبا بالقدام والجداد اصلا، واشتركوا معنا في القناة ديالنا،
مرحبا بكم، ان شاء الله نكملوا. مازال نديروا وريضات، نديروا القباب، نديروا رشمات واحد اخرين. اما هي في الحقيقه ملي كتوصلوا لهذا المستوى راه خصكم دابا تبقاو نتوما تجتهدوا بوحدكم تخدموا. انا كنهضر على البنات اللي صغار وراهم تبغي تشوفي شي حاجه، خصك تبقاي تحاولي تصوبيها بوحدك، انت تشديها وتعرفي كيفاش ديريها، لان هذه هي الطريقه. لان غادي يجيوك رشمات مختلفين على داكشي اللي كدير، ما يمكنلكش غتحفظي كلشي الرشمات. المهم مع السلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله.